أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين. تأمل هذه الكلمة، رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف، والعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله جل وعلا، فهو رب كل شيء ومليكه، رب السماوات ومن فيهن، ورب الأرض ومن فيهن، ورب ما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. الله رب العالمين بين آياته للمتفكرين، وأبدى شواهده للناظرين، فقطع أعذار المعاندين، وأدحض حجج الجاحدين، فاستنارت آيات الربوبية، وسطعت دلائل الألوهية. أيها المسلم، يا كل مسلم، أعمل العقل، قلب النظر، تأمل، تفكر في الكون من حولك، تدبر كم بهذا الوجود مما نراه من صنوف بفضله شاهدات. لو تأملت صفحة الكون مما بث فيه من رائع المعجزات، أرسل الفكرة في فضاء بعيد وسماء تعج بالنيرات. هل رأيت السماء والشمس تزهو في ضحاها والبدر في الحالكات؟ هل تأملت منظر النجم لما يسحر العين في دجى المظلمات؟ كلها الأرض والمجرات تبدو عند ربي كحلقة في فلاتي. سبحان الله. وأعظم من هذا كله، أعظم من هذا كله ما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه فقال: وتدبر بقلبك لا بسمعك فقط، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا إله إلا الله. أيها الإخوة، إنه الله رب العالمين. دل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه تعالى بكل وجه وبكل اعتبار. فردد من كل قلب وقل: الحمد لله رب العالمين.